وحيد فرشيشي أستاذ القانون جامعة كارتاج، عضو مؤسس للجمعية التونسية للدفاع عن الحرية الفردية عدلي وإلا أدلي. أكيد مع الأطفال غدا باش يكون خير. مرحبا بك سي وحيد. أهلا وسهلا. نتعرفوا عليك. وحيد فرشيشي أستاذ القانون بجامعة كارتاج، عضو مؤسس للجمعية التونسية للدفاع عن الحرية الفردية. داكو، اللي هي عدلي. ما هي أبرز النشاطات نتاع الجمعية نتاعكم عدلي؟ فنجم نقولوا ثلاثة. عندنا نشاط علمي بحثي بالأساس من 2011، وإحنا عندنا إصدارات سنوية، عندنا كتاب سنوي يخرج، وعندنا تقارير. الكتب بالأساس أكاديمية علمية، من بحث علمي، لكن التقارير تغطي كل ما يحدث فيما يتعلق بالحرية الفردية، سواء على المستوى المؤسساتي القانوني، ولكن أيضا حتى على المستوى الاجتماعي. تقريبا من 2011 لليوم عندنا ما يقارب 30 إصدار. داكو، هذه حاجة من الحاجات. حاجة ثانية اللي هو النجم العبراري بالدارجة أو بالعربي، التشبيك مع كل الجمعيات اللي تدافع عن حقوق الإنسان. عدلي من 2011 لليوم موجودة في كل التظاهرات المتعلقة بحقوق الإنسان، يعني فيما يتعلق بالبلدوية في المطلق، فيما يتعلق أيضا بالدفاع على كل المسائل، سواء أمام القضاء، سواء أمام الإدارة، ولكن أيضا في الشارع. هذا النقطة الثانية. والحاجة الثالثة تعمل أدني هي المساعدة المباشرة للأشخاص اللي هم في حاجة للمساعدة في الحرية الفردية بتاعهم، إما مباشرة خاطر عدلي فيها محامين في وسطها، ولكن أيضا بإمكانية أن نرشدوهم، نبعثوهم لمؤسسات أخرى، لجمعيات أخرى، اللي هي تنجم تعينهم أكثر منا. سي وحيد، كي نسألك على غدوة، كيفاش ترى؟ عطيني وصف. غدوة في المطلق. غدوة، مش غدوة، غدوة في المطلق، مش دون 24 يعني، غدوة دون لابسولي، باش يكون ديما خير. سا سيغتان، سا سي سيغتان. هذاك علاش انتم موجودين بحضرنا، نحكيو على البروغرام غدوة خير، اللي جمعيتكم واحدة من 13 جمعية لوريات في البروغرام هذا، واللي يرتكز على لا ريزيليونس ديموكراتيك اي امبليكاسيون سيتويان. كيفاش نجمو نفهموا الحكاية هذيك؟ هو فات احنا البروجي نتاعنا، عملنا ان بيتي تيست على الناول على طريق 6 حكايات للأطفال، 6 كومنت، 6 حكايات للأطفال، خاطر قلنا أبخيتو احنا نخدموا برشا على ليز أديولت دوبي 2011، وكنا من 2012 نتمناو نخدموا حاجة على الأطفال، وبدينا في الفكرة هذيك، حاولنا نلموا معناها معطيات بالأخص دي كونت. من 2012 راهي الفكرة بدات عندنا، مي أون جامي تخوفي أن بايور بو بروندر سا أون شارج، جوسكا لاني ديغنيغ، فات جو بارل دو لوغسك نقول لاني ديغنيغ، معناها 2021، فان 2021، ديبي 2022، أون أو فات أن بروميي بروجي بور فينونسي 6 كونت على حقوق الأطفال. كل كونت منهم يحكي على حق من الحقوق، كل كونت منهم موجود بالعربي بالسوري وبالدارجة التونسية، وزدنا عليهم لغة الإشارات. هذايا عملناه وبدينا فيها، والفكرة كانت حلوة برشا خاطر قدمناهم، ثم مشينا بهم للمدارس والأماكن، هما لي كلوب دونفون كوسوسوا في السيدة المعهد العربي لحقوق الإنسان، ولا حتى في لاغو، في جمعية لاغو الموجودة في المدينة. دونك قدمناها وشفنا تفاعل الأطفال. كي شفنا أنه التفاعل هام برشا، قلنا علاش ما تتكررش الفكرة ونواصلوا نخدموا على الأطفال بور أون دوزيام فوا، على خاطر بور أون دوزيام روبريز، ولا بور أون دوزيام شونس بور نو، علاش ما نواصلوش السنة. دونك قدمنا، وقدمنا فكرة جديدة لستة حكايات جدد، أي لستة حقوق جدد مختلفين على عمناول، وزدنا لهم إلى جانب 3 لغات ولغة الإشارات، زدنا سنة دي كابسول دانيماسيون باش أموات تتقرب كأنها صور متحركة شوية للأطفال، خاطر عم نلقينا أنه رغبة الأطفال ماشية أيضا في أنه تكون حاجة متحركة أكثر منها من جوست اون بون سون فقط تسمعوها. برمي الحكايات هكا اللي واجهتوها في التيران ولا في وسط البروجي هذايا، فماشي حاجة هكا تتفكرها، اون رونكونتر، موقف، حاجة؟ ثم انه وقت اللي بدينا نلوجوا على شكون باش يكتب، خاطر احنا عملنا ان ابيل، ما كناش نلوجوا او شخص في بالنا هو اللي باش يكتب دي تو، يعني عملنا ابيل وحبينا نشوف شكون ينجم يتقدم، وما عملنا حتى شرط فيما يتعلق بالكتابه. اي شخص، مش بالضروره يكون كاتب ولا كاتبه، دونك ينجم طالب، طالبه، انسان عنده جوست فكره كيفاش يكتب. فكانت احسن فكره عجبتني، سي سوبجكتيف، شخصية جدا عجبتني، انه اول مره لاحظوا انه شخص حاب يفكر، كاتبه من الكاتبات الثلاثه اللي اخترناهم السلام، حابه تحكي على الاطفال الموجودين ما يعرف بين ظفرين اطفال التوحد. وهذه نعتقد حاجه باهيه برشا، لانه ماك تعرف لي زانفيزيبيليزي عندنا برشا من لي كوب ان انفيزيبيليزي اللي ما نحكيوش عليهم، واللي تقريبا ماذا بينا ما نراوهمش ونخبيهم، موجودين برشا. وقت اللي اقترحت علينا الفكره هذه كانت من احسن المواقف، قلت ولا وما و بارلي دون كاتيجوري اللي مش بالضروره نحكيوا عليها برشا، وخاصه في القصص، وخاصه في القانون اللي برشا يجهلوا انه الاطفال المختلفين عندهم قوانين خاصه بهم في المدارس ولا حاجات. هو القوانين ديما عندها حاجه باهيه، لكن احنا مشكلتنا الاساسيه مش ديما كان في القوانين، هي في تنفيذها وانفاذها.
كي يجي القانون يقول لك راه ان الاطفال بين قوسين ذوي الاحتياجات الخاصه، مش بالمعنى ذوي وذوي الاعاقه، هذيك الوشي خاطر ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يكون ان اونفون في السبيكت نتاع التوحد هو ذي احتياج خاص لكن بدون ما تكون اعاقه، من انه المرافقه نتاعو في القسم كيفاش تكون، خاطر لازم يكون عنده شكون يرافقه في القسم، مش المدارس نتاعنا الكل شكون يفهم وشكون يعرف، والمدارس مش كلها مؤهله باش تقبل هذاك، ومش المعلمين والمعلمات الكل مؤهلين باش يقبلوا شيء هذاك. فالنص القانوني او الاحكام موجوده، كيفاش تتنفذ يلزمها ايضا امكانيات، امكانيات ماديه، امكانيات تكوينيه، لازم الناس هذوما كل يتكونوا من المدير للعساس للمعلم، كلهم يتكونوا باش يعرف كيفاش يتفاعلوا. لازم معرفه قبل كل شيء انه يعرف بالقانون بحد ذاته. اي لازم معرفه ولازم ندربوا عليه. فوالا سا سقطو سي وحيد، نخلي لك لومود لافان. لومود لافان، نتمناو القصص هذوما يعجبوا من جديد، ونتمناو انه الشيء هذا يتواصل، لانه العمل العاطفي نتخيل هو اللي باش يخليه غدوه خير. ميرسي بوكو. ماشي.